بيكتسبوهم من الاخر بيقلعوهم و... تحرش ولو حد يجي بيحط نفسه بيتضرب ويتعور. ضربوا الرجالة وتحرشوا بالبنات، وفي منهم اللي اتقتل ومنهم اللي اتخطف، ولحد اللحظة دي في اهالي ما وصلتش اصلا لعيالها. ومنظم الحفلة بينفي كل الكلام ده تماما، رغم انه متصور صوت وصورة وتفاصيل جديدة كشفها احد الطلاب بسبب الاتفاق اللي كان بين منظمين الحفلة والعربوية. ايه اللي حصل في حفلة المنصورية اللي كانت معمولة لطلبة المدرسة الامريكية الدولية عشان ينبسطوا؟ ولكن الحفلة قلبت بجحيم، في ناس فقدت حياتها وبنات فقدت مستقبلها، وكل ده بسبب عدم التأمين والمنطقة المقطوعة اللي كان معمول فيها الحفلة. تعالوا نعرف مع بعض ايه هي حفلة سينك وايه اللي حصل بالظبط يوم 26/10. حفلة المنصورية اللي اتصدرت الترند الساعات اللي فاتت بسبب المجازر اللي حصلت فيها والحكايات اللي توجع القلب، وكأننا بنتفرج على فيلم رعب حقيقي. في البداية الطلبة كانوا عارفين ان في حفلة الهالوين في الشيخ زايد، وبعد ما وصلوا للوكيشن اكتشفوا ان المكان مش في الشيخ زايد اصلا، طلع ان اللوكيشن في حتة تانية خالص وشبه مقطوعة اسمها المنصورية، والطريق كان حقيقي صعب الوصول ليه، ولكن خلاص اضطروا يكملوا لانهم خلاص في نص الطريق وكان صعب يرجعوا وخلاص قدام الامر الواقع، لحد ما وصلوا الحفلة واتصدموا انها مجرد مزرعة صغيرة في قلب الصحراء والمنطقة مقطوعة كمان والعدد كان كبير جدا. ولكن هم بالفعل بعد ما وصلوا قرروا انهم يتأقلموا مع الوضع ويحاولوا ينبسطوا، ولكن مع اول نص ساعة في الحفلة ابتدت تكون في خناقات والامن معرفش يسيطر عليها، ولما الطلبة حاولوا تخرج من الحفلة عشان اللي بيحصل فيها الامن رفض وقال لهم اصل في عربوية مستنيينكم برا، يعني حفلة بالحجم ده مش مأمنين المكان لا من جوه ولا حتى من برا. المهم لما بدأت الطلبة تخرج، والطلبة دول سنهم من 13 ل 17 سنة من الولاد والبنات، ومع بداية خروجهم اتحولت حياتهم لفيلم رعب حقيقي عاشوه كل الطلبة اللي في الحفلة. البنات ابتدت تصرخ والشباب عربيتها بتتكسر ومحدش فاهم حاجة ولا فاهمين من دول غير أصوات البنات بسبب الاعتداء عليها، وطبعا أي ولد بيحاول يدافع عنهم كان بيتضرب وبيتعور غير سرقة العربيات. وتحولت الحفلة لمجزرة حقيقية، حتى لما الأم وصلت عشان تاخد بنتها بهدلوها آخر بهدلة هي وبنتها وجردوها من ملابسها، حتى سواق أوبر ما ترحمش لما شاف اللي بيحصل للبنات اللي كانت هتركب معاه نزل يدافع عنهم وكان هيتقتل. وطبعا ده كله كان بره الحفلة، لما منظمين الحفلة شافوا الموضوع ده ما قدروش يسيطروا على الموضوع قفلوا الأبواب على البنات والولاد اللي لسه جوه الحفلة، ولكن العربوية قدروا ينطوا جوه الفيلا اللي كان فيها الحفلة وابتدوا كمان يضربوا في الطلبة ويسرقوا كل حاجتهم. ولكن الصادم في الموضوع وده اللي فجروا أحد الطلبة هو إن العربوية اللي ساكنين في نفس المنطقة طلبوا من صاحب البيت إنه يدفع لهم فلوس مقابل إنهم يأمنوا الطلبة اللي داخلة واللي خارجة، ولكن الشركة المنظمة للحفلة رفضت وقالت إنهم مأمنين نفسهم ببودي جاردات كتير، والغريب أكتر إن ولا بودي جارد اتحرك من مكانه رغم كل اللي حصل قدام عينيهم. أما عن كلام منظم الحفلة نفى الكلام ده تماما وقال إن هو آخر واحد خارج من الفيلا وما حصلش أي حاجة من كل الشباب بيحكوه. بجد عملنا كل حاجة علينا، روحنا كل الناس، خرجنا آخر ناس، ما مشيناش وسيبنا حد، ما خلعناش، فاهمين، وفضلنا في آخر ناس وسط كل المشاكل وحلينا، وطلعنا متخانقين مع العربية وبعتنا الجاردات، والجاردات كانت واقفة في الشارع يمين وشمال بتخرج الناس.